جلس الرجال على المصاطب في قرية إبراش في قلق وترقب، بينما تعالت الصرخات والعويل من بعض المنازل على أحباء لم يعرف مصيرهم. 30 من المصريين على متن قارب المهاجرين قبالة سواحل اليونان من هذه القرية. محمود ويوسف ومحمد 3 من أسرة واحدة كانوا على متنه. عمهم خيري عطية يلقي باللوم على الجميع ويعتبر أن أبناء أخيه كانوا يبحثون فقط عن الفرصة. محمود عايد ده متجوز ومخلف بنت، لسه بنت في رعاية شبابها، ما عرفهاش، ما كلمتش لسه، ما اتكلمتش. ويوسف عنده 18 سنة 19 سنة، ومحمد عنده 17 سنة برضه. طب وهل مثلا في ناس من البلد قبل كده سافرت عشان كده هم حبوا يعني يعملوا زي كتير كتير سافر وكتير ماتوا، احنا ما بنطعش. كل شاب دفع 140 ألف جنيه، أي ما يزيد على 4500 دولار، تسلمتها عصابات التهريب التي ترفض أن يعود الشاب حتى لو عدل عن رأيه بالسفر. شقيق محمود يحكي لنا عن الصعوبات التي تكتنف الرحلة. ارجع، مفيش رجوع، هتموت، ادفع، مش هسيب لك ابنك، رجع لابن، لا مش رجعهولك، ادفع، يا اما هموته يا اما اسيبه عندي، لا بتاكله بقى ولا يعيش ولا يموت، انت يا تدفع. العيل بيخرج من هنا اقسم بالله احنا ما نعرف ان هو مشي، والله يا تاتا ما نعرف ان هو مشي. اخر حاجه كانت بيني وبين اخويا، انت فين يا ابني؟ انا في مرسى مطروح، انا مشيت، ادعي لي. محمد الشرقاوي احد الشباب الذين سافروا من قريه ابراش في وقت سابق، وله شقيق على متن القارب المنكوب، ولذلك سافر من ايطاليا الى اليونان لكي يطمئن عليه، ومن خلال صفحته على الفيسبوك تحول الى النافذه الوحيده تقريبا التي يستطيع اهل ابراش ان يطمئنوا منها على ابنائهم اذا سنحت الفرصه. راح فين؟ كان معانا ضمط. بيد ان اسره الشرقاوي رفضت الحديث للكاميرا. اما عم خيري فقد جلس يكتب لنا بيانات ابناء شقيقه ملتمسا اي طوق يتعلق به للحصول على معلومات حول مصير الثلاثه. تامر نصرت، العربية، محافظة الشرقية.